مفيش شك ان كل الاباء والامهات بيكونوا حريصين طول الوقت على ان اولادهم خصوصا في سن مبكر يتغذوا كويس عشان جسمهم ينمو بشكل طبيعي وصحيح. في المقابل بنشوف امهات ما يعرفوش طبيعه التغذيه الصحيحه للاطفال، يفضلوا بقى طول الوقت يفكروا ان دي طرق تغذيه سليمه، لكن هم عمالين يدوا للاولاد حاجات تضرهم على المدى البعيد او تنفخهم على الفاضي. الاثنين واحد. في ناس بتعمل كده. ازاي اعود الاطفال على اغذيه مفيده؟ ايه هي اضرار الناتجه عن المسليات المكونه من المواد الحافظه؟ ازاي نخلي اطفالنا تاكل الاكل المفيد من غير ما تبقى حاسه انها محرومه وان احنا مضايقين عليهم وان احنا مش بنخليهم ياكلوا الحاجات اللي عايزين ياكلوها زي اصحابهم؟ دي اجابات، دي اسئله هتجاوبنا عليها الدكتوره منال عز الدين الباحثه في معهد تكنولوجيا الغذاء. منوراني يا دكتوره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم وصباح النور على الساده المشاهدين. اهلا بيكي دكتوره. طيب احنا دي السؤال اللي اي ام هتساله، سواء ام جديده ام قديمه، هتقولك ازاي اعود ولادي ياكلوا اكل متوازن وصحي ويبقى مقبول بالنسبه لهم ويبقوش واكلين وهم متضررين وزعلانين. فعلا حيره كبيره جدا كل الاباء والامهات فيها، عايزين ناكل اكل صحي اكل متوازن، والاولاد بيشوفوا زمايلهم في النادي والمدرسه، وللاسف بتكون نوعيه الوجبات اللي بتتقدم بره البيت الفود ريفيوز بالظبط، والسوشيال ميديا بتجيب وجبات غريبه والدعايه. نصيحتنا دايما ان الاكل الصحي بيبتدي من البيت، الطفل بيجيد فن المحاكاه، يعني لازم ابتدي بنفسي كأب وكأم، لازم ابتدي بنفسي ان انا باكل اكل صحي، البيت بيتقدم فيه اكل صحي، لان انا كأم لو ما باكلش اكل صحي ومعتمده على الفاست فود بسبب ان انا مرأة عامله او ظروف شغلي او لا اجيد فن الطهي، فطبعا بالتالي الطفل هيطلع متعود على التست بتاع الاكل الجاهز اللي فيه نسبه الاملاح عاليه والدهون عاليه، وزي ما حضرتك قلتي للاسف هذه الاكلات بيكون ليها تاثير ضار وغالبا بتسبب السمنه للاطفال. فالاكل الصحي لازم يجي من البيت، ابتدي وانا مالي انا كبرت وجسمي اتبنى خلاص انا ذنبي ايه؟ بس طالما بقيتي ام اصبحتي مسؤوله عن جيل جديد لازم تعديه. إعداد الأطفال مش بالشيء السهل أبداً، لازم نبذل جهد عشان ابني يبقى سليم ويبقى تحصيله كمان في المدرسة سليم ولياقته عالية. أغلب الأمهات فعلاً ممكن تعمل الخضار والرز في البيت، ولكن الطفل ما عندهوش قبول لهذه النوعية من الأطعمة، فالأم بتبتدي تستخدم سياسة إجبار الطفل على تناول الطعام، العصبية، الضرب، بنلاقي فيه صراعات، ده حقيقي بيحصل، ومطاردات من الأمهات، ده للأسف بيجروا ورا العيال في البيت في النادي وفي البيت، بنشوف ده في كل الأماكن اللي فيها أطفال، هي للأسف بتربي جوه الطفل بالطريقة دي عقدة من الأكل أكتر، يعني بتخليه يعزف عن تناول الأكل البيت. الأم اللي تلاقي ابنها ما بيحبش صنف معين من الأكل مش من أول مرة تيأس، يعني أحاول أجدد في طريقة تقديمه، أقدمه بشكل جذاب، بشكل شهي، أحاول أدمج أنواع طعام الطفل بيحبها مع أطعمة الطفل ما بيقبلش على تناولها زي الخضروات مثلا. دايما شكوى الأمهات الأطفال ما بيحبوش تناول الخضار زي الجزر الكوسة، بنقول لها حاولي اخفيفي مثلا بتعدي البرجر في البيت، نبشر مثلا على البرجر وانا بعده في البيت، اخلط الكوسه ابشرها والجزر والكوسه نفس القيمه الغذائيه لو كان الجزرايه؟ نفس القيمه الغذائيه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني مش نفس القيمه قوي، ما هو يعني طبعا لما ياكل ثمره بالكامل انا طبعا مش اكيد مش هحط في البرجرايه ثمر الجزر بالكامل، ولكن اكيد هيستفاد من فيتامين ايه اللي موجود في الجزر، ابتدي اخلط بانواع الخضروات المختلفه، اقدر اعمل برجر، اعمل كفته، اعمل حواوشي للاطفال. وانا كمان هعمل البرجر في البيت، يعني اليوم اللي هعمل فيه برجر عشان اريح هعمل البرجر في البيت. ما بالعكس البرجر البيتي برجر صحي، لان البرجر اللي موجود في السوبر ماركت كله للاسف هو ما فيهوش لحمه تقريبا، عباره عن فول صويا اغلبه، ده غير نترات ونيتريت الصوديوم اللي بيتم اضافتها عشان تدي المذاق واللون الاحمر وتدي الطعم الشهي للاكلات. عيب الاكل الجاهز ان هو طول الوقت شهي جذاب طعمه لذيذ، سهل الاعداد والتحضير وسهل الحصول عليه، وده لانه بيحتوي على المواد المضافه. يعني ايه مواد مضافه؟ المواد اللي بتحسن اللون والطعم والنكهه والدهون والاملاح والسكريات وغيرها من المواد، ولكن دي بمرور الوقت بيكون ليها سايد افكت وتاثير سلبي على صحه جميع افراد الاسره مش صحه الطفل بس. فلما احاول، والنهارده السوشيال ميديا ما فيش وصفه اكل مش موجوده،
يعني لما الام تجتهد حتى في يوم اجازتها. معلش والله يا فندم بس خلينا بس واقعيين، بتتفرج على الوصفات دي وترجع تاني برضو للبسله والفاصوليا والحاجات دي، لكن خلينا نقسم الاطفال لمراحل عمريه. اتفضل يا فندم. من اول 6 شهور بيبدا الطفل ان هو ياكل واحده واحده. يعني قبل ما نوصل لمرحله ان هو يشوف الحاجات اللي بتتشري من بره ويطلع يجري ولا ما فيش زيها في البيت، دي مرحله بعد 2 سنين يعني على ما اعتقد. ده حقيقي. لكن حقيقي. من 6 شهور لسنتين. تمام. ايه طبيعه الوجبات اللي الام لازم تكون حريصه على انها تقدمها لاولادها؟ من 6 شهور لسنه بتكون الوجبات خفيفه، زي مثلا بطاطس مسلوقه، جزر مسلوق، الخضار المسلوق، وتحاول ممكن تحط عليه، تسلق الرز وتحط عليه ميه الرز، ده بيكون مفيد جدا. ممكن تحط عليه معلقه طحينه، بيكون جذاب للطفل. الزبادي بنحاول في السن اللي هو من 6 شهور لسنه ولا نضيف ملح ولا نضيف عسل ولا نضيف سكر، عشان الطفل ما يتعودش على مذاق دون مذاق اخر. كمان ممكن نستخدم كبده الفراخ. كبده الفراخ من الحاجات اللي غنيه بالحديد، كويسه جدا، لان عدد مرات الرضاعه بيبتدي يقل، فالحديد اللي كان بيجي للطفل من خلال لبن الام ما بقتش نسبته زي ساعه الولاده، فنبتدي نضيف الكبده. نعمل عصاير طبيعيه، عصير برتقان ونقدر نضيفه له. الاعشاب زي اليانسون والشمر والكمون، الحاجات دي المشروبات دي بتكون صحيه وبتعالج الاضطرابات الهضميه اللي ممكن تحدث. ممكن الفراخ ابتدي اسويها كويس جدا وابتدي يعني اضربها في الكبه بشكل كويس جدا، واقدر اقدمها للاولاد في اعملها مع الوجبات. كمان عندي اقدر كمان اقدم للاولاد الخضار المسلوق، ده بيكون صحي، اقدر اعصر عليه ليمون، بحيث ان اللي بيكون طعم الخضار طعمه مقبول وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه تكون عاليه. من الحاجات اللي اقدر اقدمها لاولادي الفاكهه. الفاكهه عندنا الموز، عندنا التفاح، عندنا عصير البرتقال زي ما ذكرت، بتكون من الفواكه الصحية والخضروات الصحية، بتكون مفيدة جدا لأولادنا في السن ده. لما الطفل بقى بيكمل سنة بنبتدي ندخله تدريجيا أكل البيت، اللي هو ممكن الخضار المطهي، لانه مر ب6 شهور من التعذيب في الاكل اللي من غير ملح ولا سكر ولا حاجه كده. بنبتدي ندخل تدريجيا الاكل اللي الطفل بيحبه، اكل البيت اللي يقدر الطفل يتناوله. ما ببتديش بالرز لان الرز ممكن يشرق الطفل. ممكن ابتدي بكميات مثلا من المكرونه قليله، اقدر ابتدي الخضار المطهي، ممكن لما الطفل يكبر شويه مع الرز ابتدي بالكبده، ابتدي بالحاجات دي كويس جدا. البيض من الاغذيه الجميله جدا اللي ممكن ندخلها لاولادنا في الشهور الاولى من السنه الثانيه. الفول عندي الفول بالنسبه للفول، الفول عندي بس شويه محاذير اثناء تناوله، خصوصا للاطفال، لا الاطفال الصغيرين الذكور، لانه ممكن يكون حامل لجين انيميا الفول. فيبتدي تظهر المشكله من تناول البقوليات. فدايما بنقول للذكور ان للاولياء الامور اللي عندهم ذكور ان تناول البقوليات بيكون بلاش في السنتين الاوليين، السنتين اللي في اول عمر الطفل، يا ريت ندخله بعد كده. ده بينطبق على الفول وعلى العدس، الحمص وعلى العدس والبقوليات، لان خصوصا لو العيله فيها حد بيعاني من انيميا الفول، لان انيميا الفول دي طبعا بتعمل مشاكل ومضاعفات شديده جدا. فالاسره اللي فيها حد مصاب بانيميا الفول يا ريت يبقى في فحوصات مبكره للطفل، يكون في متابعه للطفل، ناخد بالنا من نظام الغذائي للطفل انه يكون خالي من البقوليات. وعلى فكره البسله بتعتبر من البقوليات، فنراعي ان ما يكونش في النظام الغذائي. مهم جدا الخضار والفاكهه تكون فريش، بلاش ندخل بقدر المستطاع لسه الطفل عندي في البيت، ادخله الاكلات اللي بتحتوي على المواد المضافه، اللي بتحتوي زي السناكس وزي شرايح البطاطس المقليه، لسه الطفل معايا في البيت، فاحاول اعوده على الاكل الصحي. ما ننساش طبعا منتجات الالبان لانها ليها اهميه كبيره في السن ده، لانها بتساعد على صحه العظام وصحه الاسنان، لان اللبن طبعا غني بالكالسيوم وغني بفيتامين فيتامين د، واللبن عندنا غذاء متكامل، غذاء معجزه سبحان طبعا. الله. فاللبن ومنتجات الالبان والزبادي كمان من الحاجات المفيده لصحه الجهاز الهضمي. يا ريت نبتعد عن اضافه البهارات،
عن إضافة التوابل الكتير خصوصا الشطة في الوجبات الأطفال بشكل عام، عشان الطفل ما يطلعش يحب الحاجات الشطة قوي، لأن دي مع مرور الوقت ليها تأثير ضار جدا على صحة الجهاز الهضمي لدى الطفل. كمان الطفل طول الوقت عايز تشجيع، يعني لازم أشجع الطفل على الأكل في البيت، لازم يبقى في جو عائلي كلنا يعني نجلس على مائدة واحدة نتناول وجبة الغداء، نحاول نجتهد حتى لو مرة في الأسبوع. عدد ساعات النوم كمان من الحاجات المهمة جدا للطفل، إن ينام كويس عشان يقدر ينمو بشكل سليم، لأن أثناء النوم في عندنا هرمونات للنمو بيتم، ودي يجب على كل الآباء والأمهات إن هم يعرفوا كل هذه النصائح دي. صحيح. ونبتعد عن تناول السكريات والنشويات لأولادنا، لأنها بتزود الوزن وفي نفس الوقت هي ما بتساعدش على بناء العضلات أو أنسجة الجسم بشكل سليم، هي ضارة أكتر منها نافعة. صحيح، ده حقيقي يا فندم. كل الشكر لحضرتك دكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء. شكرا جزيلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضراتكم.